بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 24/9/2022، وتعالوا نشوفوا البتلو مع الحاج سيد حميدة يا جماعة، اكبر تاجر بتلو في مركز الدلنجات النهارده. اللهم صل عليك يا نبي معلم محمد رجب. صباح الخير، العسل، الله يبارك لك وانت حالك. احنا الراعين الرسمي لابو الحاج السيد حميدة. الله يبارك لك، صباح الخير يا عم السيد، نهارك ابيض ان شاء الله يا عم السيد، الله يبارك لك وانت حالك. الله اكبر، اسعار مع ابو السيد ببلاش والله. دكتوره كلك يا حاج محمد. اللهم صل على النبي. لا فيهم كام نتايه؟ فيهم نتايتين، 3 نت، 3 نت. الله اكبر، البتلو يا جماعه في سوق الدلنجات. اللهم صل على النبي المعلم السيد حميده، الله يبارك له في حاله، ابو احمد السيد وابو محمد السيد. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك الحاج محمد السيد حميد، الله يبارك له. وسط صباح العسل، تبارك الحته اللي بنتشرف بيها. الله يبارك لك يا حاج محمد. احنا معانا اسعار بتلو، الله وكيل وشهيد فوق الخيال. بسم الله ما شاء الله، ذكر صلاه النبي عليه. ما تلاقيهاش عند اي حد، الله يبارك لك. ما تلاقيهاش عند اي حد، الله يبارك لك. يعني عندك نتايج زي دي كده؟ صلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. مفيش كده من مانع، اللهم صل على النبي. الله كل من الموانع، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. ب 8000، الله اكبر، 8000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عليك وصلى على حبيبك النبي. صباح الخير يا حاج احمد، الله يكرمك، الله اكبر. والذكر ده يا حاج محمد؟ والذكر ده عامل 85، 85 بسم الله. عجل شعاري بياكل، اللهم شوف الجرد، الله اكبر، شعار يا جماعه بياكل اهو، بسم الله ما شاء الله. ميزان البتلو عندنا ب 95 جنيه، 95 جنيه، في ناس بتدي ب 110 بس احنا بنضحهم. الله يبارك لك، اكزيون، اللهم صل على النبي. وعندك ده تبيح برضه، ذكر يا جماعه تبيح، بسم الله ما شاء الله. صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ب 75، 75 عمره قد ايه يا حبيبي؟ ده عمره شهرين ونص، شهرين ونص، بسم الله ما شاء الله. ودي النتايه اللي هناك دي، النتايه دي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، النتايه صلاه النبي، الله يبارك لك. الله اكبر، عامله كام يا حاج محمد؟ والله دي عامله 72، 72 يا جماعه، 7200، ودي عامله 76 ونص، نتايه برضه 76 ونص. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، حسن. اللهم صل عليك يا نبي، اثبت له مع المعلم السيد حميد، الله يصلح حاله. الاداره بحالها، الاداره بحالها طبعا، اكبر تاجر بتلو في مركز الدلنجات. اللهم صل عليك يا نبي، على الطلاق من بيت الاداره بحالها، الله يزيده عم السيد. المحافظه بتاعتنا دي، الله يبارك له، دي المحافظه، الله يبارك له. اي عجل بتلو بنجيبوه جيل بتاع ابو الحاج السيد، الله يبارك له. والشجره اللي تحت منها الاسد ما تططش عليها الجرود، الله اكبر، الاسد بتاعنا، الاسد بتاعنا الحاج السيد، الله يبارك له. صباح الفل، صباحك ابيض يا حاج محمد يا رجب، الله يبارك له. انا احسن راجل، جيتني بس كده عشان ابو السيد حبيبي، الله يبارك، هو اللي مربيني. الله يبارك لك يا حاج محمد، صباح الفل، صباحك ابيض ان شاء الله. الرقم يا حاج احمد، ملناش بركه الا هو، الله يبارك له، ملناش بركه الا هو، الله يبارك له. 010 يا حاج، 010 990 990 440 440 18 المعلم احمد السيد حميده يا جماعه، اكبر تجار بتلو في محافظه البحيره. عايز عجل، عايز 200 عجل، عايز 1000 عجل موجود عنده. الله يبارك يا حاج احمد ان شاء الله، الله يصلح حالكم وحال الجميع ان شاء الله. احسن تجار البتلو يا جماعه في سوق الدلنجات النهارده. اللهم صل على النبي، صباح الخير يا معلم، صباح العسل، صباح ابيض ان شاء الله. عرفنا بالاسم معلش، معلم نصر حميد، معلم نصر حميد، الله يبارك له، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على البتلو، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كلمني، الله اكبر. الدكوره يا جماعه البتلو، الله المعلم نصر حميدي، كم وكم يا معلم نصر؟ والله 34 61 34 يا جماعه، 3464 64 6400، بسم الله ما شاء الله. معك حاجه ثانيه يا معلم نصر؟ الله يبارك لك وسط حالك، بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي، نهارك ابيض، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كم وكام يا معلم ناصر؟ عجل من دول بكام؟ ضرب 7000. احمد صبحي، 7000، بسم الله ما شاء الله. احمد صبحي جاي قدام الكاميرا بقول هات الفلوس اللي عليه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. 53 دي؟ 53، اللهم صل على النبي. الحاج فضيل، الحاج فضيل حميدي، الحاج نصر، الحاج نصر حميدي، الله يبارك له. الحاج رياب ماهر عبد الرؤوف، كبير السوق، كبير السوق، الله يبارك له. الحاج رياب ماهر كبير السوق، 300 جنيه ده ايه؟ اللهم صل على النبي. ايه يا رياب ماهر بياخدها ب 300؟ بسم الله ما شاء الله،
ركز على الاجلين دول عمو الجا والاجلين دول والاجلين 7000 ذكروا انت يا حاج ناصر دول 68 يا رجل مشي بسرعه على ما هوت الكاميرا مشي بقى يا رجل الكاميرا بقى انا اخد رقم لا ما تاخدش رقم اللهم صل على خد رقم يا حد ثاني ادينا الرقم يا معلم ناصي 0 1 0 1 270 270 280 280 خلي بالك من الضلال اللي رمضان عبد منها الله الله يبارك لكم ويصلح حالكم صباحكم ابد ان شاء الله معلم احمد صبح صباح خير معلم احمد عامل ايه يا جاي اللهم صل على النبي البيت له اسعاره عامل ايه النهارده والله السوق نازل يا حاج الدنيا بايظه خالص يا حاج طب ايه السبب يعني يا معلم احمد والله الناس ما معاها فلوس خالص الدنيا بايظه خالص والعلب غالي طبعا العلب غالي والناس بايظه خالص الله يبارك محدش معاه فلوس ده عامل كام الدكر ده يا معلم احمد والله 65 65 يا جماعه 6000 ونص بسم الله ما شاء الله معاك حاجه غيره ثاني معايا واحد ثاني عامل 6000 عامل 6000 انو دولار انت يا دي عامل 6000 بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا معلم الناس ما عادش فلوس اصلا ما فيش يعني العرض ياما والطلب شويه الطلب والله شويه خالص يا حبيبي الطلب شويه والعرض ياما بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا معلم احمد معلم احمد صبحي طبعا عزبته ومصطفى جماعه الانجاد الله يبارك له ويصلح حاله اي حد عزبته الله يبارك له طب ادينا الرقم 010 010 9811 95 98 98 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب صباحك ابد ان شاء الله حاج صبحي صباح الفل يا عم صبحي عامل ايه الاسعار عامله في البيتين النهارده حلو والله الله يبارك لك ويصلح حالك يا حاج صبحي احمد دلوقتي بيقول لي الجو واقف برضو العرض ياما والطلب شويه صح برضه ولا ايه؟ الحمد لله الله يبارك لك يا حاج صبحي ويصلح حالك وحال الجميع واجعل صباحك ابد ان شاء الله. بسم الله اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. نتا يا جماعه شعار اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير يا معلمي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. تاجر ولا جناح؟ تاجر. تعرفوا باسمه؟ حاج جمع الملوز. حاج جمع الملوز منين يا عم جمع؟ من هنا من المسين. المسين الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله. ده عمرك قد ايه النتا دي؟ عمره يعني 4 شهور يا جماعه نتا شعار بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم اكبر. عامله كام والله حاج جمع؟ والله عامله 62. 62 يا جماعه 6200 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك في المال واصحاب المال اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر طب شغال يعني في البتيلو على طول طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاك كام يا غالي 011 52 52 72 67 62 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه صباحك ابد ان شاء الله والاشتراك في قناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته